عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا قرعة الماء، يلا شرب. يلا حيد صحي، بارك عليك. صار أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة بريكولينو. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الطريقة باش غادي نقوموا بالصيانة ديال هاد السماعات ديال البلوتوث كيف ما كنشوفوا. إذن كيف ما كنشوفوا عندنا المشكل في هاد الزر، هذا اللي كاين هنا، هاد الزر ديال التشغيل. إذن شوفوا السماعة الأولى فهي كتشتغل بشكل جيد. بالنسبة للسماعة الثانية فهاد الزر هذا فهو اللي كيشكل لنا مشكل، هو اللي تالف. إذن كيف ما كنشوفوا مابقاش كيكوموندي البلوتوث باش تشتغل. كيف ما كنشوفوا هاد الزر هذا اللي باقي مزيان فهو كيف ما كنشوفوا فهو طالع، وهاد الزر هذا اللي فيه تلف كيف ما كنشوفوا فهو هابط بزاف. كيف ما كنشوفوا اذا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه باش غادي نقوموا بالصيانه ديالو. اذا باش نفتحوا هاد السماعه هذه فغادي نقوموا بالضغط على هاد الجانب هذا، وغادي نحاولوا نفكوا هاد الجانب الثاني بهذا الشكل. هي تفتحت. اذا كيف ما كنشوفوا هاد الاسلاك فهم محيدين بلاصتهم، ماشي مشكل. عندنا هاد السلك هذا ديال السماعه، وكذلك هاد السلك الثاني ديال السماعه، فمن بعد غادي نعاودوا نرجعوهم، ما عندناش فيهم مشكل. غنحيدوا البطاريه. غنحيدوا هاد الجزء هذا كيف ما كنشوفوا. اذا باش نخرجوا هاد البورده هذه فهي كتخرج من هاد الجانب هذا في هاد الاتجاه. باش نخرجوا هاد البورده هذه فمن الضروري اننا نحيدوا هاد الاسلاك هادو ديال البطاريه. باش نعقلوا على الموجب والسالب ديال البطاريه فاحنا غادي نحاولوا ندير واحد العلامه هنا باش نعقلوا على هذا هو الموجب وهذا هو السالب. اذا هذا هو الموجب، غادي نديروا عليه واحد العلامه هنا. من بعد فاحنا غادي نقوموا بدفع هاد البورده هذه بهذا الشكل، وغادي نحاولوا نجروها من هنا. اذا كيف ما كنشوفوا فهاد الزر هذا ديال التشغيل كيف ما كنشوفوا فهو في حاله جيده، وهاد الزر المتحرك كذلك. اذا المشكل اللي كان عندنا كان عندنا سوء ديال التموضع ديال هاد البورده هادي، داكشي علاش ما كانش كتكوموندي. اذا بالنسبه للتصليح فالامر فهو سهل جدا، فاحنا غادي نحاولوا نحطوا هاد البورده في المكان ديالها بهذا الشكل، وغادي نجربوا هاد الزر هذا بحيث انه خصو يكون كيقيس لنا الزر اللي كاين في البورده. من بعد غادي نحاولوا نحطوا واحد النقطه هنايا ديال اللصاق باش ان ديك البورده ما تبقاش تحرك، باش ما تفوتش لينا على هاد الزر هذا، وباش يشتغل بشكل جيد. اذا نردوا الاسلاك لبلاصتهم ان شاء الله ونجربوا.
اذا كنشوفوا ان السماعه ما كتشتغلش، اذا كيف ما كنشوف هذوك جوج ديال الكونيكتور راهما لداخل، ما كانوش كيوصلوا لهاد الكونيكتورات اللي كاينين هنايا في السماعه، لان البورده كانت محركه من بلاصتها، داكشي علاش ما كانش عندنا الشحن. اذا ان شاء الله غادي نحاولوا نوضع واحد النقطه ديال اللصاق هنايا لداخل باش نفيكسيو البورده ما تعاودش تطلع لفوق، وان شاء الله نخليوها تشحن ونعاود نجربوها ان شاء الله. اذا بعد الشحن فاحنا غادي نحاولوا نجربوا ان شاء الله هذاك السويتش واش خدام ولا لا. اذا كيف ما كنشوفوا هي السماعه كتشتغل بشكل جيد، غادي نحاولوا اننا نطفيوها. نعاود نشعلو، يعني كيف ما كنشوفو فهي كتشتغل بشكل جيد. هاهي طفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.